أنا اسمي حلا طه، أنا من قرية جلجولية، بتعلم بثانوية إدارة التربية والتعليم، عمري 15 سنة، راح أصير 16 كمان شهرين. طول حياتي يعني بحب المساعدات وبدور على المحلات الاجتماعية القريبة بالحكي مع الناس، وإني بحب أقعد هاي القعدات، أقعد لكثير ساعات أحكي مع البني آدمين وأفهم شو في بتصير معهم. أكيد في إحنا مجتمعنا في كثير مشاكل رح بتصير وما زال بتصير، فإذا أنا كوظيفتي شخص موجود وعايش بهالقرية وإن الشباب اليوم ما طلعتش على الأمور غيري مش رح يطلع عليها. مثلاً بحب أقرأ كتب، بحبها يعني، بحب ألعب في المحشي، بحب أطلع على محلات في الطبيعة لأني برضو عندي كثير إشي تخصص للحيوانات كثير بحبه، وبرضو أنا إنسان يعني نباتية وبهتم بهاي الأمور كثير، والحيوانات عندي يعني هي الرمز الأول إني أطلع عليها من بعد الأشياء التعليمية. ولا فيش نباتيين كثير عنا في البلد، إنه نسبة قليل كثير، بس الناس اللي بعرفهم يعني كلال وبكى مني دعم إلهم، برضو هم يدعموني. أنا شاركت في شغلات اللي مع اليهود اللي بجيلي ودائما بحب هذا الإشي والتعايش، لأنه بالآخر وبالأول هو إشي مهم إلي في كوني فرد من هاي الدولة، وأنا بقول لهم إنه أنا بحب أتعرف عليهم أزياد، لأنه هيك راح أظلني عايش معهم سنين حياتي للآخر، فبفضل إنه الإشي يبقى بيننا عن طريق حب ومساواة وكل هاي الأشياء. السلام أهم إشي طبعاً.